طبعا. تجوز صلاة السنة في السيارة؟ صلاة السنة لها حالتان، إذا كنت مسافرا فهذه السنة المطلقة أو سنة الفجر أو الوتر، فهي تصلى في الركوبة وفي الحافلة وفي السيارة، وتبتدئ فقط عند تكبيرة الإحرام، تستقبل القبلة، ثم بعد ذلك أينما توجهت بك السيارة الركوبة فلا حرج. الحالة الثانية وهي صلاة السنة في الحضر، أنك لست بمسافر، فهذا على خلاف بين أهل العلم، لكن يوجد عن أنس رضي الله عنه أنه صلى السنة على الركوبة وعليه، فيكون في وقت الحاجة، يعني يا بتضيع مني السنة يا أما بصليها في السيارة، لا بصليها في السيارة ولا تروح مني. عدا عن ذلك أستطيع أن أنزل فأنزل، هكذا هو الأصل. السؤال تفضل. قد يأسر على الشخص الذي يريد أن يصلي السنة التوجه إلى القبلة، فماذا يفعل؟ خاصة إذا كان يعني ربما يعني الوقت ضيق، يحتاج أن يبقى راكبا سواء كان مسافر. احنا قلنا عند تكبيرة الإحرام بس. هو الآن السيارة عكس القبلة تماما. عكس القبلة بلف حالي، ما احنا بنكون احيانا راكبين في باص وهذا الباص في ما هو مستقبل عكس القبلة تماما، بلف حالي بستقبل القبلة وبرجع بقعد على الكرسي بتنفل زي ما بدي، فالامر سهل عند تكبيرة الاحرام فقط. اما اذا انت بتسوق ننصحك تصلي السنة اصلا، لا تخش اللي فيه في واحد ولا حول ولا قوة إلا بالله، زي واحد كان ما مطالع معنا وبسوق فينا كان بيصلي ركعتين لله، كنت تصلي علينا أنت ولا صلي؟ وجزاك الله خير.